طيب، هل في حاجة أو مرض مزمن أو أي سبب يمنع مريض معين إنه يعمل تركيبة؟ اذا كان تراكم السكر بتاعه عالي جدا، او مريض قلب او حاجه مش هيعرف يوقف ادويه معينه، دول مش هيقدر اعمل لهم اي حاجه. بتوقفي بتقولي ما ينفعش بوقفهم. تركيبة؟ ودي بس حالات النادره، يعني اغلبيه المرضى عندنا ملتزمين بيظبطوا السكر بتاعهم ومظبطين ادويتهم، فبتكون يعني بنقدر نعمل لهم كنترول ونتحكم في التركيبات والزراعه. بس في مرض زي ما قلتي مش قادرين يتحكم في ادويتهم، فدول ما بنقدرش نشتغل لهم حاجه.